Hi, it's Hanin from Syria Analysis, and I'm asking Gada the same question about what she thinks is the best for the Christians in Syria concerning Syrian network telling us that the Assad regime is very bad for the Syrian Christians. لما عم ننظر لمواقف الغرب بناحبي خلال الأزمة على سوريا فعلا أنا بنصدم بمواقفهم يلي هن اتهمونا أو اتهموا قيادتنا جيشنا السيد رئيسنا أنه هو منتهك لحقوقنا كمسيحيين. الحقيقة هو السيد الرئيس بشار حافظ أسد كان دعم لنا بكل مواقفه ومو بس ل دعم كطائفة مسيحية كان داعم لكل الإنسان مظلوم بشعبه عنا قائد عظيم إنسان بيتمتع بصفات رائعة عنا جيش عظيم حمانة أنا بحكي بمنطقتي أنا مقيمة بمنطقة القصاع الحقيقة القذائف يلي كنا نعاني منها من الإرهاب شي خلال 8 سنوات فظيع مين كان عم يمول المسلحين والإرهابيين الغرب بدعمهم أنا بحس إنه فعلاً الغرب كان هو الداعم للإرهاب ضد مسيحيتنا وضد وطننا نحن من مناطق القصاع عنا عانينا من إرهاب فظيع مو بس مناطقنا دمشق كلنا عانت ومناطق سوريا نحن عانينا أنا بحكي عن تجربة شخصية هي مو بس قذائف قذيفة مرة واثنين تفجير كامل الإرهابيين إجوا أنا بيتي راح كله تدمر ب2/7/2017 تدمر البيت وتدمرت الحارة كلها بالقذائف بالتفجير هي الحقيقة مو قذيفة بس تفجير سيارة مفخخة بقى نحن كتير عانينا من الإرهاب ولكن الشغلة اللي دعمنا فيها هو جيشنا يلي حمانا وقيادتنا والدكتور بشار حافظ أسد وبتمنى من الغرب أنا إنه ما يتاخدوا بهالدعايات الإعلامية والفبركات الإعلامية انه انتو عم تدعموا الارهاب انا حاسة الغرب هو اللي عم يدعم الارهاب بسوريا ما حدا تاني هنن عم يأيدوا افكار وهمية راسمين بخيالهم مخيلة وعم يفكروا فيها بسوريا اما نحن لا بسوريا جيشنا حمانة قائدنا حمانة بتمنى انه هنن بقى كمان يوقفوا تعاملهم مع هالارهاب او المسلحين او يدعموهم بالافكار ويعطوهم اعانات وبيطلع المسلح من سوريا بيروح على اوروبا بيطلع لاجئ على اوروبا بيعطوه شهريه وبيعطوه اقامه وبيعطوه كل شيء وبيكون مرفه وهو بنفس الوقت هو الشخص اللي اساء لبلده. Syriana Analysis is an independent news and analysis platform. Please don't hesitate to support the channel through Patreon, an online sponsorship platform that enables me to create more content to you. Link in the description below.